احنا في ايديا فلسفتنا في التصميم بتقوم على الهيومن سنتريك ديزاين، بنهتم بالمستخدم، بنهتم هو بيحس بايه في الفراغ اللي احنا بنصممه، سواء الانتيرير بتاعه او الاركيتكتشر بتاعته او اللاندسكيب. الناس دلوقتي انتقلت من مرحلة ان هي بتركز على تصميم المبنى او المنتج، بتهتم بالاكسبيرينس. انا ايه الاكسبيرينس بتاعتي في الفراغ ده، سواء الفراغ ده بيت او مطعم او مول، ايه الاكسبيرينس اللي انت هتقدر تديهاني؟ وده بيتطلب من المصمم ان هو يبقى عنده معارف ونوليدج بعلم الاجتماع، وايه احدث التطورات التكنولوجيه، وايه احدث التطورات اللي حاصله في مجال التصميم، عشان يقدر يدي للعميل بتاعه الاحسن اكسبيرينس ممكن ياخدها. وده بيخلينا دايما بنشتغل وبنذاكر وبنتعرف على حاجات جديده، عشان في كل مشروع نقدر نقدم فكره جديده وحاجه جديده للناس تقدر تستفيد منها وتحس ان الديزاين بتاعنا ده ديزاين مختلف. السنه اللي فاتت كانت مشاركتنا في الديزاين شو مشاركه مهمه جدا بالنسبه لنا، قابلنا كلاينتس مهمين جدا واشتغلنا على مشاريع قويه جدا، اتقابلنا مع مصممين تانيين واتكلمنا معاهم وازاي نقدر نطور كلنا شغلنا، فكانت فرصة كويسة للناس كلها ان يتقابل بعض ويتكلموا على مجال التصميم، لان هو يعني من المجالات المحورية دلوقتي في مصر بالمشاريع اللي بتحصل والافكار الجديدة اللي بتحصل. الديزاين شو السنة دي احنا متحمسين جدا نبقى موجودين، اخذنا افكار جديدة، اتعلمنا حاجات جديدة عايزين ننقلها للناس. بشجع الناس ان هي تحضر، بشجع لو حد عنده مشروع سواء مطور او مشروع خاص بيه يجي ويقابل الناس. فرصة كويسة جدا ان انت تقابل مجموعة من اكبر المصممين في مصر في مكان واحد في يوم واحد او في يومين، دي فرصة مش تقدر تلاقيها في الاوقات العادية، ان انت ترتب مواعيد وترتب مقابلات مع 3 أو 4 من اكبر المصممين في مصر. فاحنا متحمسين جدا ان احنا موجودين السنه دي، عارضين افكار جديده وعارضين مشاريع جديده وعارضين افكار مهمه جدا عايزين نتكلم مع الناس فيها، فان شاء الله مستنيين ان احنا نشوفكم في الديزاين شو السنه دي.